الرحمن الرحيم. هكمل النهاردة موضوع العلاج أو علاج السحر العالم الجليل اللي أنا كنت تحدثت عنه في الحلقة السابقة، وكان أفادني إن أنا أي حد عنده سحر أو شاكك إن عنده سحر بدل ما يلجأ لدجال ويبتز إن هو يكتب الآية 81 من سورة يونس بالطريقة اللي احنا شرحناها في الفيديو السابق، وإن هو يغتسل بيها لمدة 10 15 يوم، وبإذن الله لو عليه سحر ولا حاجة بإذن الله وبقدرة الله ربنا هيعالجه ويفك هذا السحر. ولكن الراجل برضو أو العالم الجليل ده كان قال لي على دعاء ده بنواظب عليه الصبح أو بعد صلاة الفجر، ونواظب عليه بعد صلاة العصر. أتمنى إن انتوا تحفظوه الدعاء. لو هنقوله الصبح او بعد صلاة الفجر هنقوله بسم الله الرحمن الرحيم، اصبحنا بالله الذي ليس شيء منه ممتنع، وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام، وبسلطان الله المنيع نحتجب، وبكلمات الله كلها عائزا بالله من الابالسة ومن شر شياطين الانس والجن، ومن شر كل معلن او مسر، ومن شر ما يكمن بالليل ويخرج بالنهار، ويكمن بالنهار ويخرج بالليل، ومن شر كل ذي شر. أعوذ بالله مما استعاذ به سيدنا محمد المصطفى وموسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وزرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر الشيطان، ومن شر ما يبغي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبإذن الله يعني يكون هذا الدعاء مع سورة يونس الآية 81 تكون سبب بإذن الله وحده لعلاج أي واحد شاكك إنه عنده سحر. شكرا.